معناته انتوا ما اساسا ما سودانيين، ما تبقوا مارقين، لانه ده حاليا اللي ماشيين به السوشيال ميديا كل الناس. ما مشكلة. ما خلاص يلا، انا بقول، انا كنت بتمنى صراحه داير جيت ولا جنبه يا احمد. يعني انا شايفه انه لو اصلا في، يعني لو كان في توحد في دارفور جميع القبائل، تمام، لو كان في ترابط وتوحد، دارفور ما محتاجه للوسط، ولا دارفور محتاجه للشمال، ولا محتاجه ذات تكون مع الناس اللي بيجوا بيحترضوا. وزي اللي امبارح واحد بيسب بيقعد بيقول يا اخي كرهتونا، انفصلوا انتوا اصلا وانتوا ما اصلا. بالعكس، يعني احنا نرجع نقول لاي انسان بيتكلم المفترض يفكر في وضع البلد ذات نفسه من موارده. يعني انت عايز تخص راسك في المخده تكون مرتاح، لكن في نفس الوقت ما بتعرف جارك كيف مرحبا، عايش، يعني وضعك الاقتصادي في البلد هو كيف، الاوتيكيت في الحياه الاجتماعيه، الحياه الواقعيه، رجعناه تاني. ما انت عندك الدرجة الحياه الواقعيه شنو؟ تريح دمي. سمعت الكلام صح؟ انت صار لحظة سمعت الكلام صح؟ يا كسلة، سألتك سؤال، سمعتك الكلام اللي انا شرحته، سمعته ولا ما سمعته؟ هاي سمعت كلامك، سمعت كلام الاخت دي الاستاذه دي، سمعت كلامك. انا والله ما يعني ما قصدي حاجه، لكن الحاجه انتو زول لما ننسى الصوره الصح للمواطنين السوداني، دارفور دي جزء من السودان، عرفت؟ ونحن سودانيين. ها انت بتتكلم على الانفصال، قبيل البيتك سالت انا متابعك من لي، يعني حكايه بتاع الشهرين يا كسله، بس ده رسلك البيت قبيل سالت قالت لك يا اخي الانفصال وما اللي قلت انت قفلتها بشنو؟ قلت لها عندي مستندات وعندي شنو، انا يعني ذاتي ما تعمل الغريب، قلت لها صح ولا ما صح؟ نعم، مش الغريب. انا وين؟ انا بيسمى في غريب ولا بيسمى في الجنوب؟ محلي ده غريب ولا جنوب؟ كيف؟ المحل الرقعة الجغرافية ده غرب السودان ولا جنوب السودان؟ تابع لغرب السودان يا كسل. سألتك سؤال، ليه المنطقتين انفصلت من جنوب السودان؟ ما كلها جنوب، ليه ادوها تقرير مصير؟ ما نفسي جبال النوبة والنيل الأزرق ما تعمل الجنوب الحبيب، وعندهم خيارات إن ينضموا للجنوب الحبيب ولا ينضموا للشمال. ما دي برضه حسي رقعة جغرافية كانت تتفصل مع ما 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 جنوب السودان سوا. نفس الكيفية، نفس البرنامج. أن إحنا انضم يا أخي، أرجع تاريخ يا اسمك، وأنا قلت لك أنزل تمام، نحن معاهم في التاريخ، انت يعني نحن شوف، أنا دار أقول لك حاجة، دار الدوقة انضمت للسودان 1922، عبد الله حمد ابو ثلاثه ارجع له وكان الكلام ده يا احمد دقيقة بس، ممكن انتصار على نقطه مهمه. 1919 اتفاقيه جيلاني، وعدتنا الحق انه بعد 100 سنه لو بقينا كويسين مع الدوله نعيش. ودارفور انضمت 1916، ده تاريخ، ده سرد بتاع تاريخ. ايوه، ودار اندوكا بالتحديد والقبائل الموجودين فيه اقسم بالله المفروض راس السنه، ولازم الكلام ده يوصلك قبال معنا افارقك. لو حتى فارقناك لازم راس السنه ده كلكم تقيفوا 10 دقيقه زي ده التحيه لدار الدوكه، بدليل انه دي المنطقه الوحيده، الرقعه الجغرافيه الوحيده منعت الفرنسيين انه يخشوا السودان واتراجعوا الفرنسيين. وكده كان الشعب السوداني احتل زي ال 28 دوله في افريقيا، وكلكم كانوا تتكلموا فرنسي. قول الحمد لله رب العالمين، انا اقول الحمد لله. انت كلام زي ده ما اعرفه. الحمد طيب لله. دقيقة بس، ممكن أرد أرد على حاجة معينة بس، دار أقول حاجة. يا أستاذة الكلام أنت أي زول الليلة بيسأل عن الانفصال في دارفور، هي ما محتاجة إنك تشرح التاريخ، ولكن اللي بيسأل نفسه المفترض يفكر في السؤال شنو؟ الدافع اللي بيخليك إنك أنت تقول عايزين نفض الاشتراك شنو؟ يعني أنا لاحظت حتى في ناس من دارفور بيقعدوا يقولوا لا نحن ما مؤيدين الانفصال، وفي ناس بيجي بيقول يا اخي دارفور دي ما هي كلها دارفور، ما تنفصل كلها، وفي ناس يقول لك ليه تفصل جزء تخلي جزء. السؤال هنا المهم في الموضوع الدافع وليس التاريخ بل الدافع. يعني مثلا اقول لك دار رندوكا دارك تنفصل ليه برا، صرف النظر عن تاريخها ومواقفها، يا اخي نسال الدافع شنو؟ هي جزء من اغلين دارفور، ولكن وقت قالت نتوحد يا إغلين دارفور كافة، نخد يدنا فوق يد بعض أساس إنه نطلع عن المستوطنين الجدد اللي جايبين لنا الأذى، ونعيش أن إحنا كمواطنين من زمان عايشين متعايشين. يعني في ناس بيجي بيقول لك أسي طيب العرب مصيرهم شنو؟
يا اخي العرب في الاكاديميه يعتبر جزء من اقليم دارفور، ولكن الجدد زي حميتي واوانو وميليشياته دي الناس جايين غزو، دي الناس ما جزء من السودان. زي بعض الناس في الوسط والشمال بيقولوا لك اننا عايزين انفصال دارفور، ليه؟ مش يعني مفتكرين انه حميتي يعني دارفور دول انفصلت حميتي حيطلع يخليهم. لكن المشكله في انه هم ما يعني ما بيفهموا انه حميتي ده اساسا هو ما تابع لدارفور، هو غير انه دارفور دي عباره عن شنو؟ طريق خش بيه جوا، تمام؟ عباره عن انه دي فيها خيرات دار احتلها. طريق طيب يا استاذه معلش، طريق جاي من وين؟ حميتي اصلا جاي من وين؟ حميتي اساسا جاي من وين؟ طيب حميتي وميليشياته كم مره بنطلع لايفات وبنقول حميتي، وشايفين في في الفيس جايبين من اهله ناس احترفوا وجايبين شهاده ميلاد بتاعته، وفي ناس جايبين تاريخ ميلاده. صرف النظر عن حميتي، ميليشياته ديل بيطلعوا لايفات. هذا بفضل الحسام احمد دقيقه بس هاي ما دام اوريه بوصلنا. يا استاذه يا استاذه دارفور دي لحظه قبائل والعرب دي بس دقيقه بس دقيقه يعني ما دائما تقول لي النص. انا ما وصلت مع انتصار، انا المغرب جاء انت قاعده معي في دوله واحده، المغرب جاء الصلاه ما عشان ما الزمن ما يفوتنا ما يشركنا. طيب طيب بس دقيقه، حميتي جايين حميتي وميليشياته دارفور دخل بطريق بتاع تشهاد. جاء اول حاجه القاده السفينه كان اسمه الجيش رفض يقاتل اهل دارفور، منهم جزء شرفاء تحياتنا لهم، حتى طيارين جزء منهم جعلين وشوايب قالوا احنا ما نضرب، وجزء منهم ضربونا. وجاب موسى هلال، موسى هلال لما قام فرض خط حاجاته وتفاصيله للبشير، البشير طوالي قلبه بحميدتي، وديل الناس ديل جابوهم والغزو كان بنفسه احترم انه ده تشاد. يا الله موسى الفكره، موسى هلال كان ناس قاعدين جزء منهم سودانيين وجزء منهم غير سودانيين. حتى موسى هلال شرح الكلام ده، قال الناس ديل جابوا ظروف، رغم ابن عمومته جابوا ظروف وما بعرفوا قبائل السودان. خلينا من ده كله، ده الطريق الوحيد البوابه. لو حسي نحن انفصلنا بقينا دوله، انت عارف انت ترتاحوا بتتبسطوا ذاته، لانه بجيكم من سنتر افريق كويس، من افريقيا الوسطى يعني احنا حدود بنقفل المحله ذاك بالضبه والمفتاح، بجيكم من تشات بنقفل الضبه بالضبه والمفتاح، بعد ده باقي لكم وين؟ طريق بتاعت ليبيا في اتجاه وادي حور، ذاك مناطق بتاعت زغاوه، بعد ذاك هناك الزغاوه لو ما قفلوا بالضبه والمفتاح لسه ثاني الغزو بيجيكم. والناس الجبع الالاف المؤلفه الملايين الان استباحوا الخرطوم واستغلوا الخرطوم. اما بالنسبه لردك انه العرب يمشوا وين؟ ده موضوع صح؟ يا اخي الناس اللي قاعدين معانا من زمان حسي، انت عارف في ناس قالوا يا احمد نحن ما نقدر نتكلم نقول في ناس جم من برا لانه بيقتلونا وبيحددونا، وفي ناس كمان اتواطؤوا معاهم وهم بيعرفوا. سالناهم سؤال، انتوا ليه ما مشيتوا معسكرات النزوه واللجوء لما ضربنا البشير كلنا؟ ليه انتوا بالتحديد؟ طيب كان المفروض يكون زي بتاع الخرطوم دي، الخرطوم في فض الاعتصام ما فرز الشرقي والغربي والجنوبي والشمالي. والله ده 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 دي المعركه الحقيقيه، لكن احنا في دارفور فرزوها، حاسس المعركه بتاع الخرطوم والضرب تسعه طويله، قالوا يا اخي دي والله ناس نوبه وما اعرف من دارفورين وكده. الحمد لله الفيديوهات اكدت انه في شمالين برضه حراميه، يعني في تسعه طويله كلنا احنا حبايب. شغل بتاع الخرطوم ده شغل ما هي مجتمع فيه العيب. انا بتكلم معك يا كسلة معلش انا بتكلم معك، كنت في دارفور بس يعني شنو اللي حكايه بتاعت 10 سنه قاعد في دارفور وقاعد في دارفور، انا من الخرطوم شغال هنا. المجتمعات السودانيه دي كلها زي ما قلت تسع طويله، كل المجتمع فيه الكلام ده. يعني المجتمعات كلها لو كان من الشركه من الغرب كل المجتمع فيه الكلام الفاسد. اسمع في اي بيت في حمام. طيب انا بس المعلومه دايره اوصلها، المعلومه دايره اوصلها بالنسبه للناس اللي بيسالوا يا اخي انتوا ليه بتقولوا دارندوكا بس اللي بتنفصل؟ ليه ما يكون الاقليم كله؟ وفي ناس بيقول لك لا احنا ما عايزين الانفصال. انا برجع بقول السؤال المفترض انه يكون الدافع اللي خلى انه يكون الوضع ده كده شنو؟ طيب انا كمثلا من 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 الحته اللي انا دار انفصل فيها، يا اخي انا قلت تعال نتلموا نتوحد ونقابل الغزو. يعني الليله ال بقى عندنا عدونا واحد، كل القبائل متفقه، كل القبائل مترابطه، ما قاعدين يتشاكلوا زي ما بيقولوا الناس مشاكل قبائليه، ما قاعد تكون في مشاكل قبائليه، تعال نتلموا سوا. بقى هنا ما في ناس مترابطين خلاص، وقت ما في ناس مترابطين المنطقه الوحيده اللي قاعد تتاذى
من كل مره واهاليها بيتشردوا وما في زول واقف معاه، من حق الطالب انها تنفصل وتفض الشراكه. الكلام ده لاي زول بيطالب بيسال ليه انفصال. وبالنسبه لناس الوسط وغير بيقولوا ليه دارفور ما تنفصل كلها، هم انا دار اقول لهم انتوا لو شايفين انه دارفور دول انفصلت حميتي حيطلع منكم معلومه صحيحوها، حميتي ما تابع لدارفور، والمشاكل اللي قاعد تحصل من دارفور لانه حميتي اصلا ما من دارفور، حميتي واوانه اللي جايين هم اللي قاعدين يهلكوا في اقليم دارفور، فما تفرحوا كثير.